الرئيس السيسي يوجه بمتابعة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا. ألمانيا تسجل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة. والسعودية تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة وترفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بسبب أزمة كورونا. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأنباء يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وفي البداية نرجو من الجميع أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، أحمي أهلك أحمي بلدك. وفي خبرنا الأول، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المسار الاقتصادي والآمن للدولة ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير المالية أكد صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة. أعلنت النيابة العامة إثبات تقرير الطب الشرعي بأن وفاة شادي حبشي بمحبسه جاء بسبب التسمم الكحولي وما أحدثه من تثبيط للجهاز العصبي المركزي وفشل تنفسي حاد. وقال بيان النيابة العامة إن الفحوصات أثبتت عدم وجود أي آثار إصابية ظاهرية حيوية حديثة به تشير إلى عنف جنائي واقع على المتوفى. وأضافت أن التحقيقات مع اثنين من المحبوسين أفادت بأنه قام بمزج كمية من الكحول الميثيلي بعبوة للمياه الغازية ليكون لها تأثير مسكر، وهو ما أدى إلى وفاة شادي حبشي. هذا وأهابت النيابة العامة بالمواطنين تحري الدقة فيما يتداول بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أخبار متعلقة بالتحقيقات التي تجريها. رفضت منظمة الصحة العالمية تقريرا صحفيا اتهمها بحجب معلومات بشأن فيروس كورونا المستجد بعد ضغوط من الصين، وصفة التقرير بأنه ادعاءات كاذبة. وقالت المنظمة في بيانها أن التقرير الذي نشرته مجلة ألمانية ويتحدث عن أن الرئيس الصيني طلب هاتفيا من مدير المنظمة حجب معلومات بشأن انتقال الفيروس من شخص إلى آخر وتأخير إعلان الجائحة عار تماما عن الصحة، وصفة التقرير بأنه يصرف الانتباه عن جهود منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي لإنهاء جائحة فيروس كورونا. وإلى ألمانيا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ تسجيل 357 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى أكثر من 169,500 شخص. وأضاف المعهد أن عدد الوفيات في ألمانيا وصل إلى 7,417 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا. أعلن وزير الاقتصاد والمال السعودي محمد بن عبد الله الجدعان اتخاذ إجراءات اقتصادية، منها إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو، وذلك لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. كما أكد الجدعان أهمية هذه الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة، مؤكدا أن المالية السعودية تعرضت لثلاث صدمات هي انخفاض أسعار النفط وتوقف الأنشطة الاقتصادية بسبب كورونا وأخيرا النفقات غير المخطط لها وزيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر.
كما أضاف وزير الاقتصاد السعودي أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤلمة لكنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي. نهاية الموجز مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري اكسترا نيوز دوت تي في. في أمان الله.